schema. You can add future extensions. Lexical schema are richer and more powerful than DDT. XML schema are thin in XML. DDT can be a static stuff on the element, blah, blah, blah. Okay? So they took the original example tally. And so far, we should have one single type of element. Here's another example. Bundle string. I saw more examples and I have some shit in the horn that I had been. Oh, طبعا هي anyway بدنا نقول example. فلما طلع string ممكن تقول له انا بدي احطه يكون of type decimal or of type integer صار لك بقول لك اترك طب تشيك اوكي او يكون boolean او يكون نوع دين او يكون نوع type اوكي فصار في more validation ما كانش موجود في DDD. DDD بقول لك busy data the busy string فانت ممكن تقول له مثلا 1.5 بالنسبه له still a string بس ممكن تكون غلط بينما هذا اذا انت قايل له بدي سترينج وجاك 1.5 بيطلع غلط فبس تقول له اوف تايب ليسن اوكي فالاسم بس كيما كفي او هي اكزامبل اكشن لانه انا نطلت شوي اوكي اوكي لاحظوا لاست نيم بلا 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 الايج هالقد الامتى خلق هالقد اوكي لاحظوا معناته بالمقابل هذا التشكيك بالسكيما بقول له انه الاله بتشرح لاست نيم لازم يكون له يجي تايب سترينج او داتا لها سترينج مضبوط عشان السترينج يطلع غير السترينج الايج لازم يجيني انتجر عشان انتجر مش مشكله لو صرت درجة النص طوال بضرب بقول لك انا متوقع انتجر بعدين طلع اوكي الديت بول تايب تبع اكسس ديت الديت هي السنه في الشهر من الكبير للصغير اوكي السنه في الشهر هلا انت كيف تعمل مثلا الدوكيمنت كيف تعمل صورتك عندك انت في الفولدر افرض في عندك كيف دوكيمنت كل يوم بيجيك نفس الاسم مثلا فايل اسمه فتحي اوكي اوكي ثاني يوم برضه بيجيك فتحي ثالث يوم فتحي رابع يوم فتحي خامس يوم فتحي اسمهم كيف تعمل صورتك بحيث انه اول فتح بيجي اليوم يكون قدام بيجي بكره والبكره يكون قدام بيجي بعد بكره اسمهم بتقول لي بحط اليوم مثلا اوكي اذا حطيت له ماندي تيوزي مش عم تظبط لانه الماندي الام تيجي قبل الدي تيوزي وتش از اوكي وتيوزي قبل الوينزداي وتش از اوكي دبل دبل الوينزداي بس الثيرزداي لا رجعت قبل الوينزداي بتظبط ايش اذا حطيت التاريخ واذا اليوم ثلاثه بتقول لي مثلا فتحي 03 بكره فتحي 04 طب الشهر الجاي بده يرجع فتحي 03 فراح يصير فتحي اول ما يكتب نكتب فوق فتحي الموجود حاليا فاحسن طريقه تكتب صورتي عشان تضمن انها تكون يونيك وات يو سورت فور اللي هو انك تحط السنه فتحي 2013 الشهر 10 واليوم ايش سنه وفتح هيك بيجي بكره يكون فتحي اوف 6 اللي ورا فتحي اوف 7 اوكي واللي بيجي الشهر الجاي بكون شهر 11 برضه ظل تحت فانت بتكون ضامن هيك انه دائما صوتك. ممكن انا ما بقدر اعد الرقم از كده. انا بدي اعد از كده. You can بس it's not wise. ليش انا معطيك طرق للتشييك عشان اضمن انه الداتا بتيجي صح واشيك عليها. فانت عم تتحايل علي يا شيخ. ايه رح تتحايل علي بس هو انا يبقى what's the point behind the schemas and the DDD؟ أنا وظيفتي أشيك على الداتا أتأكد من الداتا صح. لأنه بالسترينج كل شيء بدخل بالسترينج بالضبط. يعني لو بعت الايج بعت له يسري بعت له خليل. بروبلين رح تحطه صفر. حتى ممكن الاستريج يكون في رقم معين، ممكن أعرف بقى السترينج بس يعني ممكن أعرف السترينج لان لان ولا تاريخ وقت صح معين. بس أنت عم تحاول تحايل. لا لا ممكن أحط له تكست، تكست في رقم. طيب كيف الشيء يعني طب اقول لك شغله لو بعت له انا الايج
download file. As a string. بس شو رأيك واحد عمره ناقص ناموس؟ كان أنا هذا الإكزامبل حطيت عنه لأنك حكيت إنه أنا بالآخر بسوي فاليديشن للداتا. بالآخر أنا قريت أمر تكست جواتي الأرقام يعني مثلا أي كذا مولود بسنة كذا كذا. مش مشكلة. هل واحد يمسك الرقم ويحكي لك هذا؟ لا هو مش هيك على في في. مش راح يروح طلع على الجملة ويعطي الباص إن الجملة. لا بطلع على في في. شيء عليه. وبشكل عام هذا اللي بتم يعني مش هذا اللي شيء لازم تحوش تكتب التكست تبعك يعني اذا بعت واحد بالايميل قلت له طز ما عاد يجيب لي لا عين تبع طز او بيعمل شيء كذا والله تحول الى شو تبع طز اوكي anyway رح نشوف طبعا مور اكزامبل لصلاح هوبفلي هذا يكون يعني اعطاكم بس فكره على اللي احنا بدنا نصلى The XML world. ليش هون بال XML؟ صار في سبب على الفاش منه. بس ايش بتنحط بال XML؟ افرض ممكن تعمل انت فورمولا رياضية. الانتجريشن من صفر للنهاية للساين اوف اكس مقسومة على كوساين للتانجن اوف واي. فيك تعملها هيك. في باكيج جاهزة اسمها MathML. You can embed the formula جوات ال XML. أقول لك كيف تطلع مثلاً من الإيدت بتحملوني شوي. بس مش كده معندش الكومبايلر هون اللي كان أوريكم كيف بيطلع التكست. بحاول أعمل أصلش المرة الجاية. طلع الإكسامبل هون. زي من أماكس. الليتك كتير ريتش. بالكومبايليشنز اوكي لو جينا نعمل احنا ماثيماتيكال فورمولا اللي هي استيميشن فروم اي ايكوال 0 ل اي ايكوال 10 اوف كوساين اوف اي اوكي كيف ممكن نعملها بالليتك تعطيها بسنتكس اوكي كيف بدي اعطي اياها اوكي خلينا نصلح اخر دوكيمنت عشان ما خربش شيء اوكي بقول ذا فورمولا اوكي هيك الفورمولا تعرف بالليتك اوكي باي ذا واي الماث ان ال شيء شبيه اوكي بقول له السم باك سلاش سم بعمل لي فكركم شايفين هيك مبين سم اوف لايش من وين لوين من اي تساوي 0 لاي 10 معناته underscore بفتح قوس i equals 0 to the power بفتح قوس i equals 10 اوكي شوفوا هذا اللي صار عامل اياها اكنها فوق اوكي backslash cosine of i اوكي هلا لما بكملها بحول لي هذا الانستركشن لهذا النظام هلا اكيد ما عجبكش انت انا شفت اني ضيعت وقت بضلك شغله في عندك فورمولا الفورمولا اديتر كثير 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 رهيبه وصعب تخطاها حتى ابدا انا رح اجيب لك ايكويشنز انا اتحداك تطلع معك عشان تطلع بالليتك اتحداك بعدين بقى شغله لا ما هو خلص ما هو على عياره معي فالله يستر اطلع على نوع التكست هذا شو نوعه هذا؟ اتحداك تلاقي زيه بالمايكروسوفت في زيه ايش هذا نوع الخط يعني؟ نوع الخط هذا طريقة السكيسينج هذا كله بتتحكم فيه انت هقول لك مثلا السكيسينج بالاسطر ما بيعطيك الخيار يا سنجل سبيس يا واحد ونص يا اثنين طب بدي واحد ونص 924 شو اسمه؟ لا كم؟ 924 10 سنجل شوف انا بقول البطوش في العالم بورق وبورق على حامض لازم نجرب
ولما بتجرب انت لحالك خلص بتصير في في نوع في نوع بفضل بعمل الاكويشن انا بعد ما تطلع تاخذ الاكويشن خلاص كيف بتطلع منظره في الاخر ولما كان في يطلع منظره واو كيف طلع ممكن مثلا هذا بشغل ثاني السميشن هاي ممكن تعمل اكبر واصغر اول بسطع بعض بكون غبي لما تستكبرها هي لحالك ومكبر كل شيء بقول لك تكبر بس هاي لا طب اسمع الا احكي له عن الناس بلا بدي اكبر هاي وبدي اخلي هاي وهي صغار بقدر بالله عليك بتقدر بكل شيء بدك تصرفك بالله عليك مشكلة الويندوز الاوفيس بدك تكبر شغله تكبر لها كل حواليها طب ايش بدك تكبرها هي ايش اللي حواليها لما تعمل سيرش بعكسك على كل شيء anyways شغلت الثانية لأن صراحة اللي ببلاش بطلع بهالمنظر كثير أحلى من اللي بتحط مصاري طب بلاش أنا كثير بعمل امتحانات لطلابي على الليزك وبامتحاناتي بدي أحط فيجر كيف تعمل فيجرز بالويندوز؟ بدي أعمل رسمة بيانية شيء غريب عجيب كيف بدك تدرس؟ انا طلع عندي هون بس انا بقدر مثلا اعمل في فري تولز زي النوبلوت شايف النوبلوت بقول له بلوت ساين اوف اكس مثلا اوكي بعمل ساين اوف اكس بقدر اعملها كابشر احطها جوات الليتك في شيء شبيه بالاوفيس في زي شبه هاي بس طيب طب اعملها كاب 3 دي سبلوت سبلوت ساين اوف اكس بس انت مش قاعد تحكي عن الليتك انت تحكي عن تولز فاين انا بدي اوريك انه ما كله جاي فري بدي اقول لك لانه كله جاي فري بركبوا على بعض لو كتير بتسوي جميع هالاشياء اذا سمعت فيها فري واوبن سورس على مصر وصلوا بعد ذلك ويو كان امبيد يعني دوكيومنتس از ان مصر نفس هاي خلص شوف انت صراحة اسمع عمره واجهتك مشكلة بالويندوز انه بيجي تحرك صورة وبحرك اكثر من صورة بخرب التكست انا كثير بتصير معي هذي وسبب هي لبغز يعني موجودة جوات ال أنا شخصياً بطاكش وقت بس صراحة والله أنا مستغرب لك اللي فعلك مستغير يعني أنا فكرت بالجيس بس على خساري بس الشغلات لك كنترول عليها أكبر probably أوكي في الفري تولز أنا على الأقل من معرفتي على كل حال جماعي حتى That was a fun group. طيب أقول لهم في المهم آخر تصل معي لك وجهة نظرك. كثير راح نحكي كثير عن الستاكس. لو سمت الـ API for example الحلو إنه البيرل في بيجوا معه باكجز ستاكس فريلي بيقدروا من الانترنت. راح نعملها مع بعض بروبلي نعملها شيء كشن شيء مرة عملي برضو جيبوا اللابتوبس معكم نحاول نسأل على الباسورد على الوايرلس اللي بحيث تعمل كل شيء قدامي إذا في مشكلة تاني تعملوها وباي ذا واي إذا حدا بحب يرسلني على سكايب I'm always available on Skype my Skype is hanna.video طبعا الالبيتي برضو راح تكلمي على الانتاج بس in case you need to talk طبعا فعلت صفحتنا هل كل البروجكتس اونلاين بس انا بقدر اعطيكم شويه هنتس بدل ما تستنوا لثاني يوم او الاسبوع اللي وراه بس سؤال بس لو كان لينكس على فيرجن ماشين بلاش بما انك سأل بس اذا وقعت المشكله بروبلم ولا خسر انا بعرف كثير طلاب عندهم على فيرجن ماشين وبتنفيذ بس you don't have the true value of Linux. أنا أسوي دور كم تبع ويندوز. بتعامل بس بشيء. بس أنت بدك تعمل على مساحة أول لينكس لا ممكن أعمل بارتيشن للينكس.
حتى البيرل البيرل عندي هي على ويندوز لأن البيرل إذا بلاتفورم ديبندنت بس هو أجل يندب مع لينكس مع لينكس بس نعمل منه فيرجن فري راح أضبطكم مع الأكتيف بيرل في البلوبري بيرل وفي الأكتيف بيرل ديستريبيوشن لينكس أوكي بلوبري بيرل أو الأكتيف بيرل أنا عندي الأكتيف بيرل هون وكل إكزامبل شغال راندم على ويندوز يعني هلا قد يعني بس في ويندوز لدرجة إن شاء الله تطلع منه لأنه بيل جيتس يعني شطارتكم عقولكم اتس فاين بيل جيتس انا على فكرة صرت احترمه على شكل انه تبرع بنص ثروته من هذا تبرع بنص ثروته لأنه عنده 100 مليار أظني فلا هو كيرز على 50 مليار فتبرع على القضايا العادلة قضايا الأطفال وقضايا المشاعر وقضايا الهدى فان شاء الله يعني يدوم نطلقوش وان شاء الله انتم يعني المستقبل نسمع احدام التنطق سعوديين فا ايوي رح نحكي عن الساكس السيريال بارسر الاكسمال رح نحكي على النوم اللي هي الفري بارسين الاكسمال رح نفر اجابك يعني you will have to do a project on that you will learn it يعني the hard way why missing the line رح نقوم على الإكسبرت اللي استعملت نعمل كويرز على إكسمال 5 لأنه أقرب في 5 حاش بقرب مع جيد كيف بدأ أدور على إشي فيها؟ في شو اسمه إكسبرت؟ في شو اسمه كويري You can do SQL statement كلمة بوكس SQL أريد من SQL You can do it on XML files Let's see if you want to transport XML file into something else فهذا هو اللي نشوفه. الويب سيرفيسز سمعت الويب سيرفيسز كيف يحكوا الويب سيرفيسز للبعض؟ How do we send messages؟ سمعت الصوت؟ مش متأكد بالضبط بس أنا بتطلعوني one second. بقولكم شو هي. صوب شايفين صوب صابوني صوب هاي يلا صوب هاي صوب is a simple XML based protocol جزءاً من exchange information over the HTTP صوب it stands بس خل بس just يعني starting صوب SOAP stands for Simple Object Access Protocol ومعمول بالXML اوكي هذا SOAP طيب anyways فالويب سيرفيسز لازم الفكرة هلا حدا عمره عمل ساعه ويب سيرفيسز عمل ويب سيرفيس جنان تو ذا اخذته اوف كورس مشروع بدل ما تعمل شيء تبعته لزميلك كان ببلشت على الانترنت and people can use it بس كيف people can use it تبعتوها بصوت مسج تعمل جواب وترجع بصوت مسج للسندر والسندر بعمل parsing شفتوا بعمل parser بيعطيها جواب so it goes through multiple sequence of operations طبعا كلها بتكون as a user كلها هنا بس انا انتم مش user عادي انتم user مفروض يعني نولجبل تعمل مع اي شغله اوكي وكله مبني على اكسبيرنس سو كل هذه التولز وطبعا بتظل بالصفحه بتشوفوا بعض على الابلكيشن مور ابلكيشن طيب يبقى زوم رح نحكي عن الدوكر رح نحكي عنها الاكسبيرت رح نحكي عنها الاكس لينك رح نحكي عنها بروبلي وي مايت الإكسلينك هي عشان نستعمل أنت هايبر لينك جوا الإكسل فايل، so we can see an example عليها بالآخر الباكج available freely. XSLT عشان نعمل transformation، okay بالXSLT we see example عشان هيك اخترت البيرل لأنه بعد ما يكملوا ممكن تعملوا بالجافا. بالجافا في packages برضو للXML. أنا بصراحة احترت بين الاثنين where to go. بالاخر عملت الخيار على الكيرل عشان بس احطكم على لينكس بعدين بس الكيرل طبعا بظبط على الويندوز
anyways انا هدفي انكم يعني to learn more بس ما يعني ولو انه مش مطلوب الكورس بس يعني صرنا حكينا عنه لسه next query يعني ممكن نشتغل الجامعة ممكن نشتغل الجامعة صفي كل واحد عام شغله بعدين وصعب انا على يطلع انا بس التوحيد بهدف انه يكون ايزير بعدين بقدر اعمل كومباريزن بين فلان وفلان اما اذا واحد عمل عجب واحد على البيض بطلع عندي ستاندرد يعني بالنسبه للينوكس يعني بقول ما دام بتشتغل على ويندوز يعني شو الهدف من مانز لينوكس انا عم بدي اعلمك فيها شغله جديده يا اخي من هالكورس هذا الهدف يعني لانه قلت لك كل اكزامبل صح تعملها ممكن تعملها مع الويندوز البير از لان از انفايرمنت بلاتفورم اندبندنت ات وركس على الويندوز والماك واللينكس واليونكس نفس الكود اتس فانتاستيك بس قصد جاي يعني رايي وبالنهايه اللينكس از ان او اس زي الويندوز يعني لا انت اتفقت على اللابتوب لما عبرت انا بقول لي وين بدك على الويندوز وعلى لينكس على نفس الجهاز ممكن تحط اذا بدك فيرجنز بس كمان مره يا شباب اللي حابب يحط اللينكس عنده على الجهاز دو باك اب للويندوز مش بكره عليكم دارين وراي لانه يو كان ايزلي لوز ذا انفورميشن يعني مره طارق ضوع كل امتحاناته وكل بروجكتاته انا عطوه يعني منيح انها هربت من الجامعه وي كان اولويز جو ان ترابل يعني يا سيدي وات ايفر انا بالاخر هذا بدي اعلمك اياه فالكويري رح نتعلم نعمل كويري في نطور كويري لاحظوا مش اشتغل لما تعرفوا انت مش select star from employee